عندما قابل هنري بقرة. مرحبا يا بقرة. مرحبا هنري. كيف حالك اليوم؟ أنا بخير، شكرا لك يا هنري. كنت أقوم بتحضير مخفوق حليب رائع، هل تجربه؟ الحليب طازج للغاية. إنه لذيذ. هل الحليب يأتي من البقر فعلا؟ نعم هذا صحيح، فالأبقار تأكل الكثير من العشب الذي يصل إلى المعدة ويساعدنا على إنتاج الكثير من الحليب الشهي. واو، هذا مذهل. حتما الأبقار تجوع دائما. هذا صحيح، إنه عمل شاق، لكن أنا وباقي القطيع نجد الوقت للاسترخاء. ذكرتني، الليلة سنقيم حفلا راقصا. هيها. أنا أحب الرقص، ربما يمكنك أنت ورفاقك تعليمي بعض حركات الرقص. يا لها من فكرة رائعة، متحمسة لتقديمك للبقية، إنهم مشاكسون. أين رفاقك؟ لا أصدق هذا، ترك أحدهم البوابة مفتوحة البارحة، ويبدو أن جميع رفاقي خرجوا. يا للهول أيتها البقرة، ربما تاه رفاقك خلال الليل، ماذا علينا أن نفعل؟ لا أعلم يا هنري، وبالتأكيد لا يمكنني أن أرقص وحدي، أحتاج لراعي أبقار. أوحيت لي بفكرة رائعة، سأغدو راعي أبقار وسأقوم بجمع الأبقار التائهة. إيها، أحسنت يا هنري، هذه فكرة مذهلة. ماذا ترتدي تحت القبعة؟ هذه خوذة ركوب الخيل، على رعاة البقر أن يتذكروا بأن السلامة أولاً. من أين علينا أن نبدأ بالبحث؟ إن خرجت من الحظيرة إلى أين سأذهب؟ المعذرة، هل تبحثان عن أبقار تائهة؟ مرحبا سيد فزاعة. أجل، نريد أن نسألك، هل رأيت هذه الأبقار؟ أجل، لقد رأيتها البارحة بأم عيني. أين ذهبت يا سيد فزاعة؟ لقد خرجت عبر هذه البوابة واتجهت نحو الحقول هناك. شكرا لك على المساعدة. هيا بنا، علينا العثور على الأبقار. انطلق يا حصان. هيها. حظا موفقا. شكرا هنري، شكرا هنري، شكرا هنري. نجحنا يا بقرة، وجدنا القطيع الضائع. أي مهلا. ما الأمر؟ هناك بقرة مفقودة. لكن أين يمكن أن تكون؟ لقد بحثنا في كل مكان. ما هذا الصوت؟ هذا صوت البقرة يا هنري، ولكن من أين يأتي؟ ساعدوني بسرعة. لكن ماذا تفعلين في الأعلى؟ كنت أعلق الزينة من أجل الحفل وعلقتهن. أرجوكما ساعداني فورا. لا، هذا مريع هنري. لا داعي للقلق، فأنا أملك فكرة. حسنا، استعدوا، اثبتوا. أسرع يا هنري، الجميع يعلم بأن الأبقار تخشى المرتفعات. لا تقلقي، لقد تمركزنا في موقعنا. ارفعوا قليلا، ارفعوا، اثبتوا. ممتاز، هل أنتم مستعدون؟ أجل هنري. اقفزي. نجحت هنري، أنقذت جميع الأبقار. ياهو. شكرا أيتها البقرة، ما كنت لأفعل ذلك من دونك. في الواقع أعتقد أن الوقت قد حان كي نبدأ الحفلة الراقصة، ما رأيكم؟ ياهو. حين قابل هنري بقرة ضحك مع الجميع، حين قابل هنري بقرة التقى بأصدقاء كثر واستمتعوا كثيرا. هنري، أمي تناديني أيتها البقرة، علي الذهاب، سررت كثيرا بلقائك. وأنا يا راعي الأبقار، شكرا لمساعدتي في العثور على رفاقي وإنقاذ الحفل. على الرحب أيتها البقرة، طاب يومك. اعتني بنفسك هنري. إلى لقاء قادم يا أمي. عندما قابل هنري منارة. Thank you.
مرحبا يا منارة. مرحبا عزيزي هنري. كيف حالك هذه الليلة؟ أنا بأفضل حال هنري. لا شيء يضاهي استنشاق هواء البحر العليل والشعور بالأمواج حين تضرب الصخور. أيتها المنارة. أجل هنري. لما أنت ثابتة هنا وتراقبين البحر طوال النهار والليل؟ أنا أقوم بوظيفتي. أترى كل الصخور المسننة هناك؟ مرحباً هنري. هنري، حين يصبح الظلام حالكاً أو حين ينتشر الضباب، أقوم أنا بإرشاد القوارب حتى تعبر بأمان. لكن كيف تقومين بذلك؟ أتتصلين بهم عبر الهاتف؟ أتصرخين بصوت مرتفع؟ أتنفخين في بوق عملاق؟ بل أفضل من ذلك يا هنري، أستخدم النور الساطع الموجود فوق رأسي. حقا هذا أمر مدهش، لهذا السبب أطلقوا عليك اسم المنارة. تماما يا هنري. انظر هناك قارب قادم. سأضيء الطريق أمامه حتى لا يتعرض لمشكلة. ولكن ما هذا؟ تعطل المصباح، إنها كارثة. ماذا سنفعل الآن؟ سأطلب من أمي مصباحا، فهي المسؤولة عن تغيير المصابيح في المنزل. ليت الأمر بهذه البساطة هنري، لكن حارس المنارة هو وحده القادر على إصلاح مصباحي. أوحيت لي بفكرة رائعة أيتها المنارة، سأغدو حارس منارة وسأغير المصباح وأصلحه أيضا. إنها فكرة مدهشة هنري. حسنا، سنبدأ بالأولويات. أين المصابيح الاحتياطية؟ إنها في الكوخ الصغير الذي خلفك. حسنا أيتها المنارة، سأعود بسرعة. مرحبا هنري. لم أكن أعلم بوجود مليارات الصناديق هنا. أظنني سأفتح صندوقا تلو الآخر حتى أثر على المصباح. مرحبا أيتها الكرة. مرحبا هنري. مرحبا أيها البوق. مرحبا هنري. مرحبا أيها الإصبع. مرحبا هنري. قل لي، كيف سأعثر على مصباح عملاق؟ كذلك المصباح. مرحبا هنري. نجحت أيتها المنارة، وجدت المصباح الاحتياطي. أحسنت صنعا هنري، لكن عليك أن تسرع، ليس لدينا وقت. لا يعلم ذاك القارب بأنه يبحر مباشرة نحو الصخور المسننة. الظلام حالك جدا هذه الليلة، أرجو أنني لا أبحر باتجاه الصخور المسننة. المصباح موجود أعلى الدرجة يا هنري، لكن قبل أن نصعد علينا فصل التيار الكهربائي. سنفعل يا مصباح، سنفعل، في طريقنا إليك يا منارة. هل شارفنا على الوصول أيتها المنارة؟ بقي أمامك بضع درجات هنري، ستصل للأعلى قريبا. حسنا أيتها المنارة. تشجع يا هنري. وصلنا يا منارة، والآن أين سأضع هذا المصباح؟ هنا يا هنري. حسنا أيتها المنارة. لم يحدث أي شيء. هاي هنري، عليك أن توصل التيار الكهربائي من جديد. أوشك القارب على الاصطدام بالصخور الآن. دعي الأمر لي أيتها المنارة، هل أنت مستعدة؟ أنا مستعدة. أي أو أي أو أي أي أو أي. وصلت. واو، كان ذلك قريبا. نجحت يا هنري، بدلت المصباح وأنقذت الموقف، وعملت أيضا كحارس منارة مميز. توت توت. حين قابل هنري منارة ضحك مع الجميع. حين قابل هنري منارة التقى بأصدقاء كثر واستمتعوا كثيرا. هنري، إنها أمي تناديني أيتها المنارة، علي أن أذهب، سررت كثيراً بلقائك. وأنا سررت بلقائك، شكراً لأنك بدلت المصباح وساعدتني أيضاً على إنقاذ القارب. على الرحب، طاب يومك. مع السلامة هنري. إلى اللقاء، أمي قادم. عندما قابل هنري قارب نجاة. مرحبا يا قارب النجاة. مرحبا عزيزي هنري. كيف الحال يا قارب النجاة؟
لا يمكنني تذمر هنري. الرمال الدافئة من تحتي والمحيط الأزرق الشاسع أمامي، وتجذبني أنغام الأمواج العذبة. يا قارب النجاة، تضرب الأمواج الشاطئة بخفة وتنعشني بمياهها المالحة. يا قارب النجاة، أسمع صوتها الرقيق يرقص مع نسيم البحر ويهمس في أذني. ركز يا قارب النجاة، يود هنري أن يطرح عليك سؤالاً. أوه، أعتذر، كنت شارد الذهن ولم أنتبه. لا بأس يا قارب النجاة، كنت أتساءل فقط، ما الذي يميزك عن سائر القوارب؟ أنا أنقذ الأشخاص التائهين في البحر، إن واجه أحدهم مشكلة ننطلق أنا وطوق النجاة لإعادته إلى الشاطئ سالماً آمناً. رائع، إنها وظيفة رائعة يا قارب النجاة. أنتما أعدا لي صدفتي. حسناً يا قارب النجاة، يبدو أن الجميع ينعمون بالأمان هنا. النجدة، النجدة، أظنك تسرعت بالكلام يا هنري. هل أنت بخير أيها الدولفين؟ المد يقترب وهناك حمار محاصر في البحر هنري. نحتاج إلى منقذ في الحال. يا للهول يا هنري، الدولفين محق، نحتاج إلى منقذ، ليت لدينا منقذا هنا. أوحيت لي بفكرة رائعة يا قارب النجاة، سأغدو شخصا منقذا، عندها سأتمكن من إنقاذ الحمار. هذه فكرة مدهشة هنري. اتبعني، ستصل هناك خلال وقت قصير. شكرا أيها الدولفين. مرحبا عوامة. مرحبا يا هنري. مرحبا أيها النوراس. مرحبا هنري. تعال. مرحبا يا سفينة الحاويات الضخمة. مرحبا هنري. اقتربنا من الحمار يا هنري، بالتوفيق. شكرا أيها الدولفين، هيا يا قارب النجاة لننطلق. فيما كنت أفكر، قلت سأخذ حماما شمسيا وستكون هذه البقعة المثالية. أتمنى أن ينقذني أحدهم. مرحبا أيها الحمار، لقد أتينا لإنقاذك. هذا خبر رائع. لما توقفنا يا قارب النجاة؟ أعتذر يا هنري، لكن هذه أبعد مسافة يمكن لعجوز مثلي بلوغها، وأيضا لا نود الارتطام باليابسة. القرار يعود لي الآن، لكن كيف سأصل إلى الحمار من هنا؟ أنا لا أحمل اسم طوق النجاة عبثاً. حسناً، لا تقلق أيها الحمار، سننقذك ونحملك إلى بر الأمان قريباً. شكراً هنري، كنت أخشى أن لا يأتي أحد لإنقاذي، ظننت أنني في مشكلة كبيرة. أسرعوا بسرعة هنري. حسناً، تمنيا لي التوفيق، هيا صديقاي. بالتوفيق هنري. مرحا. والآن هنري، عليك سحب الحمار باتجاهنا. أظنني أملك فكرة أفضل يا قارب النجاة. هل أنت بخير أيها الحمار؟ سعيد جدا هنري، هذا لذيذ. حسنا يا قارب النجاة، لنعد إلى اليابسة من فضلك. لك هذا أيها الربان. ضحك مع الجميع حين قابل هنري قريب نجا، التقى بأصدقاء كثر واستمتعوا كثيرا. هنري، أمي تنادي يا قارب النجا، علي الذهاب، سررت كثيرا بلقائك. وأنا أيضا هنري، شكرا لإنقاذك الموقف. على الرحب، طاب يومكم. مع السلامة هنري. مع السلامة، قادم أمي. عندما قابل هنري طائرة. مرحبا سيد طائرة، هل أنت مستيقظ؟ سيد طائرة، سيد طائرة. عليك أن ترفع صوتك أكثر لتوقظ هذا الناعس يا هنري. سيد طائرة استيقظ، أحدهم يود رؤيتك. أنا مستعد للخدمة، يمكنك الاعتماد علي. طاب يومك هنري.
مرحبا سيد طائرة. مرحبا يا هنري. كيف حالك اليوم؟ أنا بخير. هنري، أتوق للتحليق. تبدو متعبا بعض الشيء اليوم. أنا متعب؟ إطلاقا، كنت أستريح فقط. ما كان ذلك؟ أين أنا؟ ماذا هناك؟ لقد نمت مجددا. يؤسفني قول ذلك سيد طائرة، ولكن أجل، لقد نمت مجددا. من أخادع؟ بالكاد أستطيع البقاء مستيقظا. سافرت هذا الأسبوع إلى اليابان وأستراليا والبرازيل ذهابا وإيابا مرتين، يلزمني قسط من الراحة. أغلق عينيك وحسب سيد طائرة. ممتاز، حتما لن يوقظك أحد. سيد طائرة، ماذا تفعل في ذلك المدرج؟ ثمة مجموعة طبول يجب إيصالها للكونغو، والآن هي انطلق فورا. حاضر سيدي، أمرك يا برج المراقبة. طبول للكونغو، علم. إن كان صعبا عليك البقاء مستيقظا، يجب ألا تحلق. أعلم ذلك، لكن جميع الطيارين موجودون في القاعة وما من أحد هنا. لو كان هناك قائد طائرة يستطيع أن يبقيني مستيقظا ويوصلني إلى وجهتي. أوحيت لي بفكرة رائعة سيد طائرة. سأغدو قائد طائرة وسأحلق بك وأبقيك مستيقظا. هذه فكرة مدهشة هنري. سيداتي سادتي والطبول، القبطان هنري يكلمكم. أرجو منكم ربط أحزمة الأمان والاستعداد للإقلاع. لتوقيت هنري. شكرا لكم. رفعوا العجلات. أحسنت، أنت تملك موهبة فطرية في الطيران. شكراً سيد طائرة، لكن تذكر يجب ألا تستسلم للنوم. سأجد طريقة لتبقى مستيقظاً. لنلعب لعبة رصد الأشياء. أحب لعبة رصد الأشياء، هل أستطيع البدء؟ بالطبع سيد طائرة. حسناً، عيني ترى شيئاً يبدأ بحرف الميم. أهي معدات؟ لا. مستلزمات؟ لا. مبدلات سرعة، مصابيح مشعة، مجسمات؟ لا لا لا. أستسلم يا سيد طائرة، ما هي؟ موجة سحب رعدية كبيرة. إنها موجة سحب رعدية كبيرة. لا تنزعوا أحزمة الأمان أيها الركاب، القبطان هنري سيتولى الأمر. مرحى. مرحى. أحسنت يا هنري. شكراً سيد طائرة، هيا. مرحباً يا سرب الطيور. مرحباً هنري. مرحباً أيها المنطاد. مرحباً هنري. مرحباً يا مروحية. مرحباً هنري. المطار أمامنا مباشرة هنري، استعد للهبوط. محق سيد طائرة، انزال عجلات الهبوط. حسناً يا رفاق، تشبثوا جيداً، قد تكون هذه رحلة عسيرة، فلننطلق. حافظ على ثباتك، نكاد نهبط. هبوط موفق. نجحنا هنري، أنت قائد طائرة ممتاز. شكرا سيد طائرة، حتى إننا وصلنا في الموعد المحدد لتوصيل الطبول أيضا. حين قابل هنري طائرة ضحك مع الجميع. حين قابل هنري طائرة التقى بأصدقاء كثر واستمتعوا كثيرا. هنري، أمي تناديني سيد طائرة، علي الذهاب، سررت كثيرا بلقائك. وأنا أيضا يا هنري، شكرا لقيادتي. على رحب وسع، طاب يومك. مع السلامة هنري. مع السلامة، أنا قادم يا أمي.